الكرام لباقي حصة بالمكشوف، نواصلوا دائما مع فقرة هذا البرنامج ونمروا إلى كان 2025 وزيارة وفد الكاف للجزائر. هل كسبت الجزائر نقاطا إضافية في ملف ترشحها لكان 2025 نظرا لتصريحات وفد الكاف بعد هذه الزيارة، وخاصة أنه الجميع مرتاح ويتحدث حتى عن إمكانية الجزائر تنظيم كأس إفريقيا 2024 في كوت ديفوار في حالة عدم جاهزية كوت ديفوار لهذا الحدث، بالنظر لما وقف عليه كل أعضاء الكاف بما فيهم موتسيبي، وتصريحات أيضا رئيس الفيفا سمير العماري. هل الجزائر بإرادتها السياسية تحدث عنها منذ قليل بإمكانها الآن أن تقول بأنها قطعت أشواط إضافية في هذا الملف؟ في بضع الأسابيع قلنا باللي المقابلة ستكون بين الجارين، بين الجزائر والمغرب. أنا جو بونس كو سافا جوي أونتر الماروك و الجزائر، ولكن إذا بعض الناس قالوا باللي الأمور حسمت حسب تكهنات، ممكن عندهم اسباب لذلك، ولكن احنا نلاحظوا باللي الجزائر راهي تكسب بعض النقاط، وممكن السباق الي اون تران دو سو روسيري. الجزائر كسبت اصوات، إلي كلير كو باينة باللي التنظيم المحكم والمنشآت اللي شافوها الأعضاء المكتب التنفيذي هنا في الجزائر، يعني ممكن أن تكسب نقاط للجزائر. سي سور، فو بوفي با ريسي انسونسيبل لاسكي سباس اون ألجيري، يعني يا اون ميوتاسيون. احنا كنا ما كاش ولينا كاين وما شاء الله. دونك الآن إفريقيا الجزائر في المنشآت الرياضية أصبحت اون فيترين. ومنشآت جديدة، يعني منشآت جديدة. أيوة. وين كما قلت لك لا ديرنيير فوا، الآن اللي يجي يقول لك أنا ماذا بيا، الله كان 2025 تكون في الجزائر. هذا كسب. هل هناك حقيقة؟ نعم، هناك منشآت رياضية في الجزائر ما تقدرش يعني دين دو لا كوب دافريك. هي إذا كنا موضوعيين لا كان 2025 تكون في الجزائر. تولي الجزائر صافي لونتون ما درناهاش، نوفو ستاد الشان كيفاش صرا. انا ولكن هذا النفاق يكون دون تو لي دومين. انا ما يهمنيش واش هو يقول مونتسيبي ولا واش هو يقول المكتب، المهم سي السعي تاعنا احنا واش رانا نديرو باش نكسب النقاط. نكسب رانا المرحله الاولى رانا درناها بالشان هذا. انا اظن ان الدبلوماسيه الجزائريه الدبلوماسيه كاينه الرياضيه والسياسيه، هذه ممكن ان تلعب دور وتقلب طاوله. تقلب طاوله. معاذ المرودي، واش رايك انت اللي راك ربما قريب من الحدث اكثر في هذا الشان، ربما حضرت حتى هذه الزيارات تاع مختلف الهيئات تاع الكاف اللي عبرت يعني نقدروا نقولوا بصراحه يعني بانه الجزائر تمتلك كل مقومات باش تكون عندها كاس افريقيا في 2025، وحتى قبل هذا قال لك راك تكونوا جاهزين. كانت تنقص القليل من الاراده، لانه من سابق عندنا امكانيات في ظل وجود اليوم اراده سياسيه اللي تحدثنا عليها، البوادر تاعها اتضحت مع كاس امم افريقيا، مع بطوله امم افريقيا اللاعبين المحليين. الجزائر اعطتها بعد اخر، اليوم منشات ما تقدرش تنتقد المنشآت اللي راهي في الجزائر، لأنك تقدر تنظم نسختين بطولة كأس أمم إفريقيا تواليا وبهذه المنشآت اللي تسخر بها الجزائر. الحديث اليوم رضوان، أنا نقول لك منذ بداية كأس أمم إفريقيا أعطينا صورة جيدة لكل الوفود، خاصة لرئيس الاتحاد الإفريقي، للأمين العام للاتحاد الإفريقي، لكل شيء، وحتى الدبلوماسية الرياضية اليوم نحسوا أنها فيه تحرك، لانه من اعلى السلطات، من رئيس الجمهوريه في بدايه في عشيه انطلاق الدوره من خلال الخطاب اللي القاه، الى نقول لك الى السلطات الولائيه من خلال الولايات، طريقه تعاملهم في الولايات المعنيه باحتضان هذه البطوله تاع امم افريقيا اللاعبين المحليين. لكن كاس امم افريقيا نعرفوا انه فيه بعض التفاصيل، وفيه من خلال الكواليس في الاتحاد الافريقي هي اللي تفصل في العاده. واليوم من خلال المعلومات اللي عندي انه الراعي الرسمي حتى
حتى الراعي الرسمي هو اللي راح تكون لهذه البطوله، هو اللي راح تكون عنده يد في من سيختار البلد الذي سيحتضن كاس امم افريقيا المقبله 2025. لذلك مازال في هذه النقطه ربما نعمل عليها من خلال مع الراعي الرسمي، لانه الوفود تاع الاتحاد الافريقي كما قلنا من خلال اعضاء المكتب التنفيذي من خلال رئيس الاتحاد الافريقي الكل ما تقدرش ما خلينا لهم ولا فرصه من اجل انه يمتنعوا عن التصويت لصالح الجزائر. النقطه الوحيده يا رضوان اللي انا نقول نقطة سوداء في تعاملنا في حضور هذه الهيئات، أنا أنت حضرت تاع رئيس الجمهورية رحب بالجميع بالاتحاد الدولي بالاتحاد الإفريقي إن أراد إقامة أي بطولة هنا في الجزائر، أي الجزائر جامعة للجميع، ولكن لما احنا من بيناتنا كجزائريين رئيس الجمهورية جامعة للأجانب للكل تحتضنهم، ولكن لما تشوف تصرف تاع رئيس الاتحاد الجزائري مع الرئيس السابق عمارة شرف الدين بن زفيف وعمارة شرف الدين في الاجتماع في الاجتماع اللي كان في شيراتون يوم 15 أي يومين بعد حفل الافتتاح، وكيف طلب بخروجه رغم أنه عضو في حضور من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام، حاولوا كيف هي حاولوا ومن بعد طلبوا منه موتسيبي، حاول أنه موتسيبي قال له أنه هو عضو في اللجنة المالية وعضو في لجنة الشان على مستوى الاتحاد الإفريقي، أي يقدروا هما كمكتب تنفيذي هم من يصوتون على إزاحة عمارة شرف الدين من لجنة الشان ومن اللجنة المالية بما أنه عضو فيها، ولكن أنت أنك طالب بانسحاب الجزائري وإلا ما تحضرش وتزيد تروح إلى أبعد من هذا تروح السلطان. هذه صورة ماني معك، أنا معك قلت لك هذه ماشي المرة الأولى، يعني في كل مرة صدقني في كل مرة الجزائري اللي يجي يحب ينحي اللي كان يعني علاه ما تعاونوش. كانت معلومات انه بعث لي كانت معلومات معليش في الخفاء انه بعث لي الاتحاد الافريقي من اجل انه ينحوه من اجل اقصائه معليش، لكن موتسيبي رفض، ولكن موتسيبي رفض ابعاد عمارة شرف الدين. ولكن انت في حضور انت اليوم في الجزائر الشان نضع الخلافات جانبا اللي في القلب في القلب امام رئيس الاتحاد الافريقي امام بعض الاعضاء. احنا حاليا انا نشوف الكثير هل تعلم سمعه تاعنا الجزائر رضوان لماذا في كل مره كنا نقولوا يخافوا انه يعطونا كاس امم افريقيا، يقول لك ما عندهمش استقرار على مستوى الاتحاد الجزائري كل سنه سنتين رئيس الاتحاد. وزيد انت زيد توضح انه هذه الخلافات تطفو الى السطح وتطالب بانسحاب وحتى انسحب باش تحضر وتزيد السلطات الوصيه لما تشتكي لها الوزير رئيس لجنه الماليه نائب رئيس لجنه الماليه وعود هذه لجنه الشان هو عضو في لجنه الشان وهو تلقى دعوه قال لهم انا تلقي الدعوه انتم ما استدعيتوني انا نحضر انت طالب بانسحابه عليك ان تترفع تتشبع بثقافه رجل دوله انت تنتمي الى الدوله الجزائريه انت ما تمثلش نفسك تمثل الاتحاد الجزائري لكره القدم معليش يعاون اسمح لي معليش بالطريق انا نعرف القانون لما الجزائر ترشح واحد حط رشح في هيئه فيها هيئه دوليه او افريقيه ولا لازم تكون عندك الرخصه تاع الوزاره الوصيه هكذا. نعم طبعا. لماذا لما الفيدرالية تحب تنحي واحد ما لازمش تطلب الرخصه من الوزاره؟ لا مشكل لانه مصالح لانه هنا اسك فهمت واش فهمت كي كونت اون بلاس ان الجيريان دونز ان انستونس انترناسيونال لازم لك اوتوريزاسيون دو ام جي اس وكي تنحيه وعلاه ما ترخصش خلينا نفوتوش لا فهمت سامي باختصار كيفاش تسمح لنفسك انك تنحي جزائري الدوله الجزائريه اللي عطات له الرخصه علي بن شيخ ماذا ينقص الجزائر لتنظيم كاس افريقيا 2025 هل حضور هذه المنشآت وتعتقد بأن الإرادة السياسية وحدها تكفي أو أننا ما زلنا ناقصين شوية في الكواليس وربما لازم شوية عمل في الكواليس باش نقدروا ندو كأس إفريقيا لأنه المنشآت موجودة البنية التحتية موجودة كل شيء جاهز اللي زورت الموجودة هذه البنية التحتية كاع المطارات المترو كل شيء كلش ما مشتا كاينة الحمد لله الحمد لله الانترنت كاين الانترنت كاين رجال. لازم رجال لكننا نتمتع بكل شيء حسب رايك لي موير نعم لي موير كاينين انا قلت لك كلش
سورتو على لي ستاد نتكلم على المنشات يعني لا ما نضلوش غير نتكلموا على لي ستاد كل كنا نلعبوا في الغابه احنا خلاص لي ستاد نضلوا نهضروا عليهم دوك لي ستاد شابك علاش عندنا لي ستاد انخلعت بني ناس لي ستاد انا فرحاني خلاص دوك لي ستاد انا تخلعنا ولا تخلعت انا ما تخلعني خلي ما تخلعنيش معاك خليني نقعد عادي انا نورمال غنقعدوا نتكلموا على لي ستاد ما شاء الله لا 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 يعني خطوه حبيت نقول لك خطوه كبيره لو يزيد يتحل ملعب تيزي وزو ملعب دويره تمام عندنا يعني الان ما نحشموش بالملاعب 5 جويليا كيتعاود علاش تحشم علاش تحشم 5 جويليا كيتعاود كوب دي مون تورغانيزها بويستاد ويستاد نعم ايوا انا عندك فايتين لي ويستاد كي تبدا تحسب دونك ما تنخلع ماشي المشكل ماهوش في هذا حنا دوكا تيك ندوز نورمالمون ما نزيدوش نتكلموا الملاعب بنينا الملاعب خلاص الحمد لله عندنا ملاعب في المستوى خلاص ما نضلوش لي شوفنا كل مازالكم في الملاعب خلاص الملاعب دوك ما نجيبوا لاكوب دافريك في الجزائر لا لا لاكوب دافريك هذيك خلينا هذيك يعني قلت لك ماشي اللي راه سي اون ليو الخدمه الكبيره وكذا وتعرف بلي عندك ادفيرسير كان راهو ماهوش راقد هذه انا نهضر لي من بعد على الشامبيونات تاعك هذا انت عندك ملاعب برسك عالميه وانت ما عندكش شامبيونات وهنا ما تسير صح انا ما ندوروش للتسير هذا بعد تقول لي انت عندنا ملاعب عندنا ملاعب صح ومن بعد الملاعب يلعبوا في هذا الشامبيونه بهذا الاربيتراج تاع سيرتا بهذا السيرتا اللي راهم يسيروا بهذا الفساد بهذا الشيء في هذه الملاعب يفو مي يقعدوا في سانتو جان بولوغين يعني نعم باش نبقاو في موضوعنا على كان 2025 زياره وفد الكاف هذا ما تعتبروش بانه ربما الكلام المعسول اللي راهم يقولوه لنا لضر الرامات فقط لينا برك باش نسمعوه ولا تعتبر بلي صح اعجبوا بالبنيه التحتيه واش كاين الصح صح ما كاش صح ما كاش اللي يعطيك الصح تما اللي فوطي هما يقول لك الملاعب ملاح بياسر يقول بالسيف عليه يقول ملاعب ملاح يشوف فيهم واجب يقول ماشي ملاح بالسيف عليه يقول ملاعب ملاح بصح باش يقول لك نعطي لك ولا ما كاش ملاح يروح الجهه الاخرى يقول لهم قالنا ها ملاعب ملاح باسكو الصح هم عارفينهم هما لا كوميسيون هادي ما عارفين اللي من ناحيه يمدوا اللي يمدوا لا كوب دافريك هادي اللعبه تاع الكواليس راح تلعب دور داود عمروش الكواليس هادي هي شوف انا نحيف هاد لي زالجيري انا واش سمعت دوكا واش قال المعاد على البريزيدون لافاف وشرف الدين هما زوج جزائريين كوما ما شاء سفيد زف زعما مستوى كادر دي طايتو مام الاخر اطار ثاني كبير شرف الدين انا نتكلم على البالون داود خويا ايه لو الكادر يبعد في الكادر لا لا اسمع لا لا باش تعرف انا احنا نلحق ليها علاش راني نقول هكذا كي يشوفوا كيما قال معاذ كي يشوفوا هادو ما يتفاهموش بيناتهم هي نورمال يتفاهموا لو لانجستاسيو لا فون فامي تناطحوا هنايا تسمع على افريكا لازم تفاهموا باش تجيبوا لنا لورغانيزاسيون شارف دينا مصر الكواليس الكواليس ما نجموش هادو تعادوا ما ينجموش في الكواليس لا نقدروا في الكواليس صافا ديفيسيل بوكا ما تدخلش الدوله العامله الجزائريه ما كانش لورغانيزاسيون تاع 2025 دولة هي باسكو كاين لي زانمي تاع الجزائر راهم صحاح حبونا نقول راهم صحاح لاكا بصح نعطيك معلومه فقط احنا هذا الاجتماع تاع اللجنه تاع الماليه هذاك راهو نائب رئيس وهذاك بي اوت يعني انت اللي تنظم من حقه زفزاف انه يحضر لماذا تطلب من انه الممثل تاع الجزائر الثاني انه يخرج يعني من المفروض تتكاتف الجهود باش حنا بالك شرف الدين عنده زوج صحابه في لا كوميسيون يعطيك لازم نبداو نحوسوا على صحابنا في لا كوميسيون باش نقدروا نروحوا بعيد شوف مالوريزمون قبل ما تكمل هذه مالوريزمون سي دون توت لي ديسيبلين اوني فابل في انسونس انترناسيونال اوني دي زيغويست لي زالجيريان سون دي زيغويست غير يخمم على هات هو يكون وتحت بس والله العلي العظيم واحد ما يخمم على الانتيري تاع الرياضه الجزائريه نعم سمحوا لي كي قلتها باسكو سي اون فيريتي سمير نختم معك هل تعتقد بانه الحظوظ تاعنا راهي تتزايد ام تتضاءل واش رايك انت انا اظن بين صافي دو موا ولا موا ايدمي جوبونس راه قد كسبنا بعض النقاط حتى كي تشوف الاعلام المغربي تشوف باللي المنافسه اصبحت اصعب ولكن الامر سهل يا رضوان بليش ولا عندنا هنا لا ليست تاع الكوميتي اكزيكوتيف ولكن معروفه تقريبا يعني احنا دوك ما لازمش نبعثروا القوى تاعنا كاين ان ليست تاع 20 جو بونس 24 نومبر دو كوميتي اكزيكوتيف كي ابارتيان ا دي بي من بينهم اللي كاين اللي صرحوا باللي يفوتوا للجزائر وكاين اللي صرحوا باللي ولكن هل التصريح يكفي هذا هو السؤال لا اسمح لي النيه والتصريح يعني اون جينيرال هذاك هو
هذاك هو كي يقول لك هو ايتو لما يقول انه سيفوطي على الجزائر سيفوطي على الجزائر. انا لا اظن ان هناك نفاق في هذا المستوى، ولكن لو ترافاي دي كوليس لو ترافاي دي كوليس يسباس على نيفو بوليتيك. يفو ابروشي جو بونس كو لالجيريا ابروشي هاد لي بيي والقرعه هي اللي هي اللي تلعب جو دير فوالا القرعه.